عاجل المملكة تعلن بطاقة جديدة للحجاج في المناسك وتعليمات موسم الحج لسفر الزيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو عن اعتماد بطاقة الذهبية للحجاج هذا العام من قبل وزارة السياحة السعودية، وهنتكلم عن بطاقة نسك وهي عبارة عن ايه. البطاقة الجديدة اللي اصدرت على نسك وهي عبارة عن ايه، هنتكلم عليها بالتفصيل. وبس قبل ما ابدأ الفيديو، ياريت لايك وشير علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم رب العالمين. وهحكي لكم قصة حلوة جدا اخر الفيديو عن ايه اللي حصل للحجاج سنة 2019. قصة هتعجبكم جدا انا واثقة، هي قصة طبعا حقيقية وحصلت سنة 2019، هحكيها لكم باذن الله، بس خليكي معايا للاخر. شركات السياحة قالت ان تم اعتماد البطاقة الذهبية هذا العام من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية بدل من الاسورة اللي كانت معتمدة خلال المواسم الماضية. وقالوا كمان انه يتم تسليم هذه البطاقة وجميع البيانات المتعلقة بالحج المتوجه بصفة قانونية ونظامية، يعني هي معمولة للحجاج اللي بصفة قانونية ونظامية الى المشاعر المقدسة علشان يضبطوا ويحصل عملية ضبط لأكبر عدد من المخالفين والمتوجهين الى المشاعر بدون تصريح حج او تأشيرة حج، يعني سواء الحجاج دول من الداخل او من الخارج. كمان البطاقة دي اصدرت على نسك. بطاقة نسك هي عبارة عن ايه؟ بطاقة نسك عبارة عن بطاقة رسمية تميز الحج النظامي في المشاعر المقدسة، وبتحتوي البطاقة دي على معلومات شاملة بقى عن الحاج نفسه، إلزامية يعني هي ملزمة للدخول والحركة والتنقل في المشاعر المقدسة، بيتم إصدارها للحجاج داخل البلاد وخارج وحجاج اللي خارج البلاد. طبعا قبل أي حاجة بالنسبة لكل اللي رايحين حج زيارات يخلوا بالهم طبعا من النقطة دي. الحاجة التانية ان انا عايزة بس انوه لحاجة، ان اوعى تظني حضرتك ان قدومك للحج او مروحك للحج جه بسبب تدابير لاسباب او ترتيب للامور او تقدير خطوات، او تظني ان الحج مجرد مال اتجمع واجراءات تمت وعلشان انت تروحي تحجي. لا، كان كلنا رحنا حجينا، كلنا نعرف وعارفين ان في الأمة الإسلامية كلها في ناس غني جدا ولم يحجوا، في الأمة من هو بدن وأصح مننا بكتير وبرضه لم يحج، في اللي هو أعلى مننا جاها وسلطة ومكانة وبرضه لم يحج. انت ادركت الحج او حضرتك ادركت الحج لان الحج ده توفيق الهي واصطفاء، ربنا اصطفاكم، ده اصطفاء من ربنا لمن شاء من خلقه، فكتب لهم ان يجيبوا هذا النداء فاتوا اليه سبحانه وتعالى يقولون لبيك اللهم لبيك. هذه والله العظيم دي لا دخل فيها لجد ولا كد ولا كدح ولا عرق ولا علاقات ولا وساطات ولا اكتساب مال، مفيش اي حاجة من دي ليها دخل، ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. لو استشعرت النعمة دي انها نعمة فعلا بملء قلبك وبفيض من ربنا سبحانه وتعالى،
فإن الحمد والنعمة لله والملك لا شريك له. دي بس النقطة اللي حابة أعرفها لكم. هنيئا لكم، يعني أي حد طالع يحج هنيئا فعلا لك، لأن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاكم. فما اتكلوا على الله، واللي طالع الحج سواء بتأشيرة الزيارة وخلاص، ولو جهزت لكده طبعا هو أهم حق، هو من المفترض أو من الأصح أن يكون الحج حج قانوني وغير مخالف. في معجزة بقى ربانية حدثت فعلا بالفعل في حج عام 2019. تخيل أعداد كبيرة جدا من المحرمين وقفوا على مداخل عرفات وتعذر ليهم إصدار تصريح الحج، وحسب الأنظمة بقى منعوهم من الدخول. وطبعا تعلقت الأفئدة بالله قبل الألسن، يعني أفئدة الحجاج دول تعلقت بالله سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر، وقعدوا يلبوا لبيك اللهم لبيك، إنا ضيوفك يا الله، لبينا يا إلهنا يا رجاءنا فأقبلنا فلا ترجعنا خائبين. كانت حواجز الشرطة بتسد الطريق، والعصر اقترب وخلاص النهار قرب يخلص ينتهي، والصيحات تعالت يا الله يا الله. وفي لحظة من اللحظات تبدلت الأحوال سبحان الله دون تمهيد. اختفى قرص الشمس، دوى صوت رعد ودوي شديد جدا، رياح عاصفة اقتلعت الحواجز اللي كانت محطوطة علشان تمنعهم من الدخول، وطارت في الهواء ومعها أغصان الشجر وأمطار غزيرة. الجنود وقفوا مذعورين والحجاج مكبرين، وحتى دخلوا الجميع بقى كل اللي كانوا واقفين دخلوا إلى صعيد عرفات ملبيين. الطقس المدهش ده هو اللي اتحول في لحظة هو رد من الرحمن لعباده اللي كانوا بيرجوه وبيلبوه، يعني هو ما هو إلا رد من الرحمن لعباده اللي ترجوه إن هو يقبلهم ضيوف عنده. مفيش حد قدر يوقف حد أو يسأله أو يمنع حد. ده اللي حصل تماما في حج 2019. تخيل إن في أقل من لحظات قال الله لعباده الضعفاء لبيك عبادي هم الذين يرجونه ويجأرون إليه إلى الله بالدعاء، أمنا بك يا الله بأنك لا ترجع ضيوفك ولا تلبي الملبيين أبدا، سبحانك يا الله، عبيدك رفعوا ما يظلهم من الشمس على جبل الرحمة، وهي في لحظة صارت المظلات نفسها التي تقي الحر والشمس تقي من الأمطار الغزيرة، وبدلت الطقس من الحرارة الملتهبة إلى جو ربيع يأسر القلوب، والماء الذي غسل الجبال والشجر والصدور والأفئدة والذنوب والخطايا. أبشروا أبشروا إخوتي الكرام، إن الله لا يضيع من أخلص واتقى، هو الله الصمد الذي لا يعجزه شيء، هو السميع العليم. فقد استجمعي كل قلبك وحواسك وقولي يا الله، أو قول حضرتك يا الله، واتكلوا على الله، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. يا رب أكون طمنتكم، وبعد ما أزعجتكم لا تقنطوا من رحمة الله، وبشرى ليكم، وأبشروا إن شاء الله ربنا هيقبلكم من ضيوفه. ولا تنسوني من صالح الدعاء، كل اللي عايزاه منكم تدعوا لي اني اكون معاكم وصحبة ان شاء الله السنة الجاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.